رح نتابع كمان بأنه نشدد لكل يلي عم بيتابعونا على السياحة الداخلية بلبنان، إنكم تكونوا موجودين وين ما كنتوا موجودين ساحلا وجبلا، عنا مناطق حلوة، عنا نشاطات، عنا مهرجانات، قد ما فيكم عبوا وقتكم واستفيدوا بخلال هالصيفية. هالمرة بمقابلتنا رح ناخذكم إلى منطقة عين قبل، بدي رحب بضيفتنا دانا خريش عضو لجنة مهرجان صيف عين قبل. صباح الخير دانا، أهلا وسهلا فيك. ثانك يو. كمان مثل ما كنا عم نحكي قبل بشوي، اذا في ناس ما بتعرف عن منطقه اخذونا فيها على نبع الصفا، بدنا تاخذينا على عين قبل. باخذكم على عين قبل. هلا جوجل مابس بتفيد، بس كمان نفيد نقول مش دائما، مش دائما، اوقات في فترات بتضيع فيها. انا بحب مثل اليوم. بس عين قبل بتوقع بالجنوب على الحدود، اخر شيء هي بقضاء بنت جبال. عين قبل يعني بتعلو 850 للحد الاقصى من سطح البحر. بتتمتع باكيد مناظر خلابه مثل كثير مناطق بلبنان. الجنوب الحلو فيه اللاند سكيب على مد النظر، وكمان مثل كنت عم قلك قبل انه عين قبل مثل كانها مش كثير تله بس تله، وما في كثير حواليها جبال، سو دائما في مصفق هواء على مدار السنه، وخاصه بالصيف انه شوب كثير بيكون، سو بيكون كثير حلو الطقس الصبح وبالليل. هيدي صرنا سيتي، وصلنا على عين قبل. قبل ما نحكي بشكل مفصل رح نشوف تي في سي سريع ونرجع نتابع. تحلو بك السفر، تحلو بك المهرجانات. يلي كنا عم نشوفه هو لكن بعض اللقطات من مهرجان سنة الماضي. خلينا بما انه عم نحكي عن سنة الماضي نقول انتم بالضبط انتين بلشتوا، كيف حتى يعني بروجراماتكم انطلقت بالمهرجانات؟ نحن من زمان بنعمل مهرجانات بعين قبل، بس كانت يمكن على نطاق اصغر. السنه وهديك السنه واللي قبلنا صرنا نتوسع اكثر، نجيب عالم اكثر من خارج الجنوب، خليهم يجوا يعملوا سياحه بعين قبل او بالمناطق اللي حوالينا. اكيد هديك السنة قد ما لقينا نجاح كتير والعالم كتير انبسطت تطلع على عين قبل، لقينا انه السنة لازم نعمل شيء اكبر احلى مشان نجيب اكثر عالم، لانه عين قبل صارت فعلا منطقه سياحيه بامتياز. يعني صار عندنا اوتيل، شقق مفروشه تقدري تقعدي، من فيكي تعملي هايكينج، طبعا مناطق حلوه هنيك لسهرات، عندنا كثير سهرات حلوه بنعملها، العين قبلية كثير معروفين بسهراتهم وبالبسط والكيف اللي نحن كثير شاطرين فيه. عندنا كمان قصر الصنوبر اللي هو مطعم، سو عندنا كثير قصص، ومع المهرجان بيكون اذا بتطلعي على ويك اند بيكون فول ويك اند. طبعا للاولاد عندنا كثير نشاطات للاولاد كمان رح نحكي بالضبط عن مهرجان السنه حتى ناخذ البروجرام مزبوط بالتواريخ مين رح بيكون فيه، ويعني كمان بدنا نحكي عن التسهيلات، يعني اللي بيوصل في محلات مواقف سيارات الى اخره، كل هيدي اكيد. نحن امبارح كان افتتاح المهرجان، عملنا جبنا الفنان سمير حنا وراجي حداد، راجي حداد كمان من عين قبل، سو كانت كثير عين قبليه السهره، عملنا عشاء قروي. لا ما مش عندكم تعصب ابدا، واضح. ولا نحن عين قبل، نحن عين قبل. ايه نحن فعلا ليك حلو، عند عين قبل عندهم كثير حب مميز لعين قبل، يعني كثير صعب اشوف اقل شيء، اقل شيء واحد يكون حب بيعته وارده. اكيد اكيد. فامبارح كانت الافتتاحيه، وعندنا احد الجاي رح نستضيف، طبعا عاملين نهار للجيش اللبناني تكريما للجيش اللبناني مثل ما بنعمل كل سنه بالمهرجان، جايبين نقول الاسطى كورال الفيحاء وباتريك شعيا، رح يكون طبعا نهار حافل خصيصا لتكريم الجيش اللبناني. كمان جايبين فنانين مثل جوزيف عطيه، جايبين ادهم لبولسي،
عباس شاهين اند ذا باند، وعاملين ميكس اورينتال كمان، جايبين باند اسمهم ارنبيط وكمان شادي اند ذا باند اللي معروفين اكيد بلبنان. عندنا كثير نشاطات للاولاد مثل لونا وكريزي ساينس فور ذا كيدز يعني اكيد. وكيف يعني اذا العالم بدها توصل على عينبل اكيد هينه، بس بس توصلوا على عينبل نحن عاملين باصات بتنقل من وسط البلده على مطرح لوكيشن الايفنت. اوكي يعني مطرح ما رح يصيروا كل الحفلات. أوكي. الباصات بتروح ذهابا ايابا دائما كرمال تغطي اوسع نطاق من العالم جايين. اول شيء بنخفف عجقه السير وهيك العالم منا مضطره وين بدها تصف وهيدا العذاب. واللي بحب يصف كمان نحن مأمنين لهم مطرح فوق قريب شوي من مطرح ما رح تصير الحفلات اللي هو بمجمع العماد جون قهوجي. هوني كمان مأمن الباركينج، بس اكيد كثير بنوصي عليهم انه ياخذوا الباصات كرمال يكون اهون للسير اهين للكل وما يعلقوا بعجقه، واذا في طرقات ما بيعرفوها او في يعني بتضل انه بالضيعه حتى ما كثير انه يكون في ازعاج للجميع، هيك كله بيكون مرتاح. وعاملين بس تقول لك انه عاملين نهار مميز للقوات السلام الموجودين بالجنوب اللي هن اليونيفيل. هذيك السنه عملنا له نهار لهم، اجى من كل كتيبه، غنوا موسيقى وهيك، وكانت كثير كثير يعني كانت كثير حلو الايفنت. والسنه عاملين مش بس موسيقى كمان كويزين، يعني انترناشونال كويزين، كل كتيبه رح تجي رح تلعب موسيقى وتقدم انه اطباق الشهيه اكيد من كل بلد. مهضومين كثير. هيدا نهار لكان. طيب نحن ذكرنا كل هول بس ما ذكرنا التواريخ، انتم بلشتوا فعليا امبارح. كيف عم يتقسم التواريخ؟ خلينا بس ويك اندات او في اشياء نشاطات بنص؟ ايه في ويك اندات، يعني ثاني واحد بيكون بالاحد اللي هو لعيد الجيش، بعدين في ويك اند اللي بعده اللي هو هيدا اكبر ويك اند ببلش باوغست 10 اللي بيجي فيه جوزيف عطيه ادهم نابلس. يعني من اوغست 10 لاوغست 18 كل يوم في ايفنت هيدا، لانه احنا كمان بنحتفل بعيد السيده، فهيدا بيكون كثير كبير عندنا الايفنت بعينه بالكل سنه، فكل المغتربين والعالم بيجوا على عينه بالكرمال هيدا السهره والنهار اللي بعده. سو مركزين كثير ايفنتات على هيدا التاريخ هيدول. اكزاكتلي exactly. اوكي yeah. طيب عظيم، ما كنا بنعرف انه كمان تحتفل هالقد بعيد السيده هيئة لبنان كلها، بس كان كل واحد عم يحتفل لحاله، وهلا اليوم عم ننشر ونعرف قديش السيده مهمه. ان شاء الله يعني تحمي كل لبنان، هيدا عيد الكل بيحتفلوا فيه واكيد بينبسطوا انه نقدر تكون حاميتنا سيده لبنان. بدي ارجع شوي، ذكرت المغتربين. كيف عم نشدد انه هالمغتربين يروحوا يرجعوا ويضلون على تواصل؟ قديش فعليا في عنا مغتربين فقدناهم ما عادوا رجعوا؟ أكيد. يعني اكيد هيدي قصة كل الضيعة اللبنانية صح؟ اكيد. المغترب العينبلي ما بتغيب عليه الشمس، يعني موجود بكل اصقاع الارض، باستراليا، باوروبا، بامريكا، وكثير يعني اذا مش كل سنة بيجوا كثير، هن دائما على تواصل. يعني العينبلي مش بس بعيش بعينبل، بالعكس عينبل بتعيش فيه. نحن هالقد يعني بنحب، عم اقول لك حبنا كثير مميز للضيعة، وقتنا بدنا نطلع. فالمغترب بكل المغتربين دائما بيجوا كل صيفيه، فكرمال نشجعهم يجوا اكثر، نخلق اكثر فرص عمل للبلده، ونستكشف مهارات موجوده بهيدي البلده، بنخليهم يجوا اكثر كل سنه، وبنعمل هيدا المهرجان ليبقوا ليطولوا فتره بقائهم بعينبل الصيفيه. اكزاكتلي exactly. مشان ما يصير في نزوح على بيروت. واكيد من يعني بدنا ندعي كل العالم المغترب يجي يستكشف اكثر لبنان، انه مش بس يطلع على ضيعته بس، انه يجي على الجنوب، لانه فعلا منطقه صارت رائعه بامتياز. عظيم. نحن عم نحكي كمان نرجع نشدد، وقت اللي عم بيصير فيها النشاطات بفترات الصيفيه، شو فينا نعطي مقارنه لفترات الشتاء؟ يعني هل عين قبل هي من الضيع يلي تقريبا بتفضى بالشتويه، او فيها مدارس، فيها نشاطات، فيها يعني بيبقوا باهلها فيها؟ هلا طبعا مثل اي بلده لبنانيه في شيء عندنا من عيني من النزوح اللي بينزل على بيروت. كل العالم عندها أشغالها ببيروت. سو هيدي السنه اللي هي هذيك السنه اكشلي 2016 عملنا كريسمس فيستيفال، كان شوي على نطاق اصغر من ويسترجي ما حدا يطلع اكزاكتلي وشوي على نطاق اصغر من الصيف، بس عملنا فعاليات للعالم تطلع عينبل وتحتفل بعيد الميلاد وراس السنه بعينبل. هيك اكثر شيء بنشجع الحركه الاقتصاديه، بنشجع العالم تضلها تطلع انه على الضيعه.
اوكي بفتره الشتويه الناس اللي بتبقى في مدارس في كل اكيد عندنا مدارس حتى. وفي جامعات قريبه من البلده مشان هيك يعني مش كثير بتفضى اقل وفي كثير هيدا بيساعد لانه في بلدات يمكن اصغر في قرى اصغر ما في هيدا هدول بتحسك كليا بيفضوا من هيك بتصير العوده بالصيفيه اصعب بس طالما بالشتويه في حركه في ناس بعدها هيك الصيفيه بعدها بتصير اهين انه الناس تتشجع صح؟ يب فاذا نحن على موعد ابتداء من امبارح بلشت امبارح ما خبرتونا من امبارح بلشت مهرجانات عين قبل وهي كمان منطقه اضافيه تقدروا تحطوها على الاجنده لكم بخلال هالصيفيه صيفيه عم تكرج كرج فجربوا قد ما فيكم انكم تظبطوا في بعرف بعض التواريخ يعني بالمهرجانات عم تتضارب يعني الناس انه بنروح على الشمال ولا بنروح على الجنوب ولا بنطلع على البقاع ولا على الجنوب اعطونا الشيء عم تطلب واسطه رح نقلها على الجنوب قد ما فينا اكيد رح يجربوا الناس انهم يكونوا موجودين لانه هي استمتاع للكل حتى يزوروا هالمناطق الحلوه ويتعرفوا عليها والاسامي اللي ذكرتيها هي اسامي اكيد رح يقضوا معها اوقات كثير حلوه وين بيقدروا يلاقوا بطاقات قبل بوقت مين عم يدعم هالمواضيع عندكم حدا عم يدعم يعني كلجنه مهرجانات هلا بالنسبه للبطاقات نحن كل البطاقات رح تنباع على الباب بس عاملين فاميلي باكجز اللي هن مثلا اربع بطاقات ب 60,000 هدول بينباعوا ببلديه عينبل بالمقر بعينبل اذا بدهم بس يوصلوا بيروحوا بس ما في حجز مسبق نحن كثير اخذين استعداداتنا لاكبر عدد من العالم نقدر يعني اي حدا اجى دغري بينباع على الباب بالنسبه لمين بدعمنا نحن بلديه عينبل اللي كثير بتدعمنا ان كان طبعا راعي لنا و meets our demands يعني كل شيء عندنا مطالب هن بيساعدونا نوصل لهم وطبعا بنروح عند سبونسرز اللي هن الراعين بنطلب منهم كمان مساعده ان كان مش ماديا بركي بيساعدونا بمثلا اكوبمنت او اي شيء نحن بدنا اياه وهيدي كمان مهمه يعني exactly. كل شيء بيتقدم لهيك ايفنت بيكون مرحب فيه لحتى وبالنسبه للتواريخ نحن عندنا طبعا فيسبوك بيج اللي هي عين قبل فيستيفلز كل شيء كل المعلومات موجوده حتى كيف الباصات بيجوا وين بيروحوا التيكتس والديتس تبعوا للمهرجان كمان موجودين على البيج يعطيكم الف عافيه اهلا وسهلا فيك فاذا عم نعطيكم اليوم اضافات كثيره تقدروا تعبوا فيها الاجنده بخلال هالصيفيه بعدنا كنا عم نشوف شويه صور نحن بعد شوي رح نكفي متابعه فقراتنا بعالم الصباح بدي اطلب من كل المشاهدين نضلكم معنا لحتى نقدر نتابع نهارنا واليوم السبت بعرف الكل عم بيتحضروا للويك اند بس يخلص عالم الصباح على الساعه شي وحده ببلش فيكم تظهروا